هذا سائل يقول: في قول الله تعالى فاستغاثه الذي من شيعته، ليس فيها، قال ينقل عن بعض طلبة العلم يقول ليس فيها دليل على الاستغاثة بغير الله. عجيب، وش هو القائل هذا؟ يعني الله يقول استغاثه الذي من شيعته، يقول ليس فيها دليل؟ فيها دليل، لأن الإنسان يستغاث به فيما يقدر عليه. استغاثه الذي موسى عليه السلام، استغاثه الذي من شيعته يعني من بني إسرائيل، على الذي من عدوه من القبط، على الذي من عدوه من القبط، وموسى يقدر أن يغيثه بأن، ولهذا فوكزه موسى وقضى عليه، وكزه موسى يعني ضربه بجمعه فقضى عليه بضربه لقوة موسى عليه السلام. عند ذلك حصل ما حصل، وهرب موسى من بني إسرائيل من القبط خشية أن يقتلوه، ذهب إلى مدين، ذكر الله قصته في القرآن. نعم.